السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج عندي مشكل. المشكل اللي عندنا اليوم هو مشكل كيعاني منه بزاف العيالات، هو مشكل اللي كيخلي بزاف العيالات كيقول لك ان رجالهم تبدلوا عليهم من بعد العام الاول ديال الزواج، هو مشكل اللي كيكون سبب من اسباب ديال الطلاق. بلا شك عرفتوا المشكل، تبدل عليها من العام الاول. واش بصح الرجال كيتبدلوا؟ واذا كانوا فعلا كيتبدلوا علاش كيتبدلوا؟ وشنو التاثير ديال هذا التغيير ديالهم على العلاقه الزوجيه؟ وكيفاش نقدروا اننا نعالجوا هذا المشكل؟ ثابت علميا بان التفكير ديال المراه مختلف على التفكير ديال الراجل. فالمراه كتفكر بواحد النوع عاطفي لانها هي المصدر ديال الحنان، سواء كانت ام او لا اخت او لا بنت او لا زوجه، بينما الرجل التفكير ديالو هو تفكير مادي ومنطقي. علاش؟ لان كاين الوظائف اللي منوطه به في الحياه واللي كتفترض انه يكون عنده هذا النوع ديال التفكير. هذا الشيء ما كيعنيش بان العيالات ما كيفكروش منطقيا، وما كيعنيش بان الرجال ما عندهمش العاطفه، ولكن هنا كنهضروا على السمات الغالبه، وهذه حكمه ربانيه باش يقدر يتحقق نوع من التكامل بين المرأة وبين الرجل. وبالتالي فأي رجل كيفكر أنه يتزوج وباش يقدر أنه يملك القلب ديال هاد البنت اللي باغي، فهو كيحاول أنه يبان رومانسي، كيحاول أنه يعطي الاهتمام باش تقدر أنها توافق على الزواج ديالو. ولكن من بعد ما كتوافق هنا كتولي هضرة أخرى، كتولي هضره اخرى، حيت كل واحد فيهم كيبان على الطبيعه ديالو. هذا الشيء ما كيعنيش بانهم كانوا كيمثلوا، ولكن الشخصيه ديال المراه كتختلف على الشخصيه ديال الرجل، حتى في مفهوم الحب. فكل واحد كيشوف الحب من الزاويه ديالو. كنلقاو ان المراه ديما كتقلب على الحب ديال الاهتمام، الحب ديال انه يسول فيها، انه يعيط لها، هو انه يجي يطمئن عليها، الحب ديال انه يتفكرها في مناسبه، هو انه يهديها شي حاجه. الرجل لا، الرجل كيقلب على الحب اللي مرتبط بالتشجيع، مرتبط بالتحفيز، مرتبط انه ملي يخدم ويضرب تمره تجي انها ترضي عليه وانها تبين ليه انه راه دار شي حاجه على ودها. وبالتالي كنلقاو ان الراجل كيخدم النهار كامل وكيضرب تمره وكيظن بانه بهذه الطريقه غادي مرتو تبغيه. المراه ديالو كتشد هذا المفهوم اللي هو عنده وكتستقبله بمفهوم انثوي، وكتشوف بانه مهمش النهار كامل، وبانه ما كيسولش فيها، وبانه كيبغي الخدمه ديالو اكثر ما كيبغيها. في المقابل نقدروا ان نلقاو ان المراه بمجرد ما كيدخل الراجل للدار كتبقى كتسولو، كتحاول انها تعرفو شنو دار النهار كامل. هذا المفهوم ديالها كتظن بانها بهذه الطريقه راه كتعطيه الاهتمام، ولكن هو كياخذو بمفهوم الذكوري ديالو، وكيشوف بان بهذه الطريقه باغا تعرف عليه كلشي، وبان مرتو فيها الهضره بزاف. قبل ما نهضروا على التاثير ديال هذا المشكل على العلاقه الزوجيه، نبغيو نقولوا واحد المعلومه اللي هي مهمه، هو ان اي مرأة كيف ما كانت ملي كتبغي شي شخص، هي ما كتبغيش داك الشخص بحد ذاته، يعني ما كتبغيش انه زوين او لا لاباس عليه، ولكن كتبغي داك الحب اللي كيقدم لها داك الشخص. وبالتالي فهي النهار اللي قبلاتك والنهار اللي قبلات انها تزوج بك، فهي قبلات انها تزوج بك بناء على داك الحب اللي قدمتي ليها، ماشي بناء عليك انت. هذا الشيء اللي كيخلي انه من بعد الزواج ومن بعد ما كتعرف الشخصيه الحقيقيه ديالك، هنا المراه كتصدم فيك كيف كنقولوا بالدارجه المغربيه. علاش؟ لانها كتلقاك انك ماشي انت هو الشخص اللي كانت كتقلب عليه، كتظن انك راك انت خدعتيها. وهنا كيوقع واحد النوع ديال التانيب الضمير اللي مع الوقت كيؤدي ان كيولي واحد التنافر عاطفي اللي يقدر انه يتحول لواحد التنافر جسدي. وهنا كنكونوا قدام جوج الحلول، اما غادي تستمر العلاقه الزوجيه في اطار الولف وفي اطار العشره، واما غيكون الطلاق هو الحل المأساوي لهذه العلاقه الزوجيه. قبل ما نهضروا على العلاج من هذا المشكل، غنهضروا على الوقايه منه. ونبغيو نقولوا لاي جوج باغين يتزوجوا، ما كاينلاش تكذبوا على بعضياتكم، كل واحد يبان على الطبيعه ديالو، حيت اللي كيبغيك كيبغيك انت كيف انت، بالحوايج اللي زوينين فيك وبالحوايج اللي خايبين فيك. اما بالنسبه للناس اللي هما وسط المشكل، هنا نبغيو نوجهوا جوج الرسالات، رساله للمراه ورساله للراجل. نبغيو نقولوا للرجال بان المراه هي واحد المخلوق اللي عاطفي، مخلوق اللي محتاج للحب، محتاج انك تحسو بالقيمه ديالو، محتاج تحسو بانه هو اللي كاين في حياتك، محتاجه انك تحسها انها بوحدها قمر والباقي ديال العيالات غير نجوم. بالنسبه للمراه، نبغي نقول لها ان اي راجل كيف ما كان بغض النظر على العمر ديالو فكيعيش وسطو طفل، داك الطفل اللي كيكون محتاج للحب ديال التحفيز، الحب ديال التشجيع، الحب ديال الاعجاب. علاش؟ لانه هو ملي كيخدم وكيضرب تماره كيضرب انك غتبغيه اكثر. فبدل كل واحد فينا يلغي بالغاه، يحاول كل واحد يفهم باللي الطرف الاخر مختلف عليه، يحاول كل طرف يضحي شويه من الطبيعه ديالو باش يقدر يستمر الحب وتستمر معاه العلاقه الزوجيه، حيت ابغض الحلال عند الله هو الطلاق. السلام عليكم.